أزول فلاوني، يومكم سعيد، نهاركم مبروك. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من قهوة وجرنان لمن لم يقرأ الجرائد الوطنية لنهار اليوم. بعد سأوفيه بأهم ما جاء في صدر الصفحات الأولى للجرائد الوطنية لنهار اليوم 17 نوفمبر 2016، الموافق 17 صفر 2438. والبداية بجريدة النهار: فضيحة مدوية بفندق الأوراسي، فضيحة 67 مليون أورو لترميم فندق الأوراسي. النهار تنشر تفاصيل الكاملة للفضيحة بالوثائق والأرقام. سلالة يتحرك عبر تعليمة سرية تحصلت عليها النهار، ويطالب بمحاسبة مدير الفندق عبد القادر العمري. والمدير يرد لا علم لي بتعليمة سلال وأسئلة محاسبة، وأسئلة مجلس المحاسبة أجبت عنها. في فضيحة أخرى، وهذه المرة مع عاشق فلة أعبابسة، والمشعوذ يقول بأنه يعشق فلة أعبابسة كثيرا، لذلك يحتفظ بصورها في الغرفة. النهار تنشر تفاصيل جديدة في قضية المشعوذ الذي حاول سحب إطارة في الدولة. جريدة وقت الجزائر: ولد عباس يمنع رجال المال والأعمال من الترشح للتشريعيات في خطوة لدعم الاستقرار الداخلي للأفلان مستقبلا. والقطارات: القطارات ترهق زبائنها خدمة تحت المستوى، وأرواح المسافرين على المحك. جريدة المشوار السياسي في صدر صفحتها الأولى: قروض بدون فوائد للعمال لشراء السيارات، العملية ستنطلق الأسبوع المقبل. القروض الممنوحة لن تكون ربوية، وتوقيع اتفاقية بين نقابة العمال الضرائب وبنوك وبنك السلام. وسلال يؤكد: من السعودية الجزائر سيهبون، والجزائريون سيهبون كرجل واحد للدفاع عن البقاع المقدسة. وزير الصحة ينفي، وولي الميلا يؤكد، وجمعية المستهلك تحذر، والصيادلة يتبرؤون. كيف دخل دواء الكيان الصهيوني إلى الجزائر؟ تتساءل جريدة الحوار. وبوضياف يرد وينفي: لا وجود لباراسيتامول صهيوني في الأسواق الجزائرية. قانون المالية 2017 يثير الفتنة داخل البرلمان، المعارضة تصرخ والموالاة تطمئن. مضيف يحول مسؤولية أو يحمل مسؤولية الباراسيتامول لثلاثة وزارات. ماذا جرى بين الوزراء؟ وصورة لبختي بالعايب ووزير الداخلية نور الدين بدوي وعبد الملك بوضياف. بوضياف: لا علاقة لي للقاح الحسبة بوفاة، أو لا علاقة للقاح الحسبة بوفاة الرضيعة أمينة. حجار يأمر بالتحقيق لمعرفة مصير أموال الخدمات الجامعية. وروراوة التكريم من قبل القطريين: شرف للجزائر قبل شخصي. في جريدة البلاد نقرأ في الصفحة الأولى: جزائريون مستعدون، أو الجزائريون مستعدون للدفاع عن مكة ضد أي عدوان. علاقة الجزائرية السعودية ممتازة رغم الخلافات الطفيفة. يقول وزير أو الوزير الأول عبد الملك سلال في زيارته إلى السعودية وبارونات دواء أجانب يريدون زعزعة الجزائر وزرع البلبلة. يرد عبد المالك بوضياف وزير الصحة على خبر تصدير أو على خبر بيع وتواجد دواء من الكيان الصهيوني بالصيدليات الجزائرية. ممثلون أو منتمون يحرقون ثانوية بالعاصمة. إصابة شرطي بعد فك نزاع بينه وبين عصابة العصي والفيميجان. ومخطط وطني لدعم العائلات المعوزة قريبا تكشف وزيرة التضامن والأسرة السيدة منية مسلم. مشاهدينا الكرام، هذا أهم ما جاء في صدر الصفحات الأولى للجرائد الوطنية. سنتناول بشيء من تفصيل حول هذه الأخبار، ولكن كالعادة بعد الفاصل. فضيحة مدوية بفندق الأوراسي، 67 مليون أورو لترميم الفندق. بعد أن تورط المدير العام لفندق الأوراسي عبد القادر العمري في فضيحة مدوية هزت عرشه الذي كان أو الذي استقر عليه على مدار 32 سنة كاملة من التربع، والتي تتمثل في ترميم فندق واكتشافه لتلاعبات بالجملة عصفت بأموال الدولة قدرت بمبلغ 67 مليون أورو بما يزيد عن 837 مليار سنتيم تم تخصيصها من أجل تجديد الفندق حتى يتماشى، والخانة المصنف فيها 5 نجوم.
هكذا حاولت تيفا الإسرائيلية لصناعة الدواء دخول الجزائر. قال المدير العام الأسبق لمجمع الصيدلة علي عون أن محاولات الكيان الصهيوني لتسويق أدويتها أو لتسويق أدويته في الجزائر بدأت منذ سنوات عبر مخابر عالمية للأدوية، مشيرا إلى أن الصهاينة لن يتوقفوا يوما ولم يتوقفوا يوما عن السعي لفتح سوق لمنتجاتهم بالجزائر سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، وذلك بمساعدة مخابر أوروبية كانت تتعامل أو كانت تتعامل معها الجزائر. مديرية التجارة لسيدي بالعباس تغلق محل الراقي ابن الشنفري على طريقة العصابات، حجزت مصالح المراقبة وقمع الغش لمديرية التجارة بولاية سيدي بالعباس في ظروف غامضة. بضاعة الشيخ فرق قويدر بن سهلان المعروف بابن الشنفرة والمتمثلة في الأدوية والمستخلصة الأدوية المستخلصة من الأعشاب الطبية بصفته راقيا معروفا ينشط على المستوى مختلف الولايات وله محلات بأغلب مناطق الوطن. واعتبر الشيخ الطريقة التي تم بها غلق محله وحجز بضاعته بالتعسفية. إلى موضوع آخر، ومع فلع بابسة مشعوذ يعشق فلع بابسة لهذا يحتفظ بصورها في غرفته. كشفت تصريحات المشعوذ المتابع في قضية الشعوذة من قبل النيابة العامة لمحكمة عبان رمضان أن صورة الفنانة فلع بابسة التي عثر عليها بحوزته لم يكن ينوي استغلالها في السحر، قائلا إنه يعشق الفنانة فقط ويريد رؤية صورتها بشكل دائم، وهو السبب الوحيد الذي جعله يحتفظ بصورتها في حين لم يكشف سبب تواجد صور بعض المسؤولين لديه. جريدة البلاد الجزائريون مساعدون للدفاع عن مكة المكرمة ضد أي عدوان. الوزير الأول عبد المالك السلال يقول من الرياض أن الجزائر متضامنة ووقفة إلى جانب العربية السعودية في محاربة الإرهاب، وأشار الوزير الأول عبد الملك سلال إلى أن الشعب الجزائري سيكون بالمرصاد إلى كل من يحاول المساس بالأماكن الإسلامية في البقاع المقدسة. وقال سلال أن الشعب الجزائري برمته سوف يهب كرجل واحد للدفاع عن البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية في حالة تعرضها لأي تهديد إرهابي. وقت الجزائر القطارات ترهق زبائنها، تواصل للأسبوع الثاني على التوالي أو يتواصل للأسبوع الثاني على التوالي مسلسل الإضرابات حيث قبل أسابيع فقط من حلول عام الجديد 2017 لا يزال الجزائر يحشر نفسه ضمن آلاف المسافرين لبلوغ وجهته بعد ساعات الترقب القاتلة. وحدث أن تأخر القطار في الوصول من أثنية إلى الجزائر 5 ساعات كاملة بسبب انحراف قطار على السكة تم إنجازها منذ العهد الاستعماري وقيل أن السبب هو انهيار تربة السكة التي يفترض أنه تم إعادة إصلاحها خلال الصائفة الماضية. المشوار السياسي قروض بدون فوائد لعمال الضرائب لشراء السيارات. أطل بنك سلام قروضا بدون فوائد لشراء السيارات وفي صيغة المربح. ستستفيد من هذه القروض الإسلامية غير ربوية عمال قطاع الضرائب على أن تشمل السيارات الجزائرية الصنع والتركيب. ينتظر أن يتم تعميم هذه الاتفاقية على أن تشمل عمال العديد من القطاعات على غرار التربية والصحة وغيرها من القطاعات. الصوت الآخر، ملثمون يحرقون ثانوية أو المحور اليومي. الحكومة تدرس فتح الاكتتاب في عدد 3 لاستكمال المشاريع. قالت مصادر متطابقة أن الحكومة تدرس إمكانية فتح أبواب التسجيل في برنامج عدد 3 بعد الانتهاء كليا من تسليم سكنات عدد 1 لتحصيل الأموال ومواصلة إنجاز السكنات الموجهة إلى عدد 2 التي ستعرف عند الانتهاء منها كليا فائضا بقرابة 100,000 مسكن حسب التصريحات السابقة لوزير السكن والعمران عبد المجيد تبو. إلى صوت الآخر، ملثمون يحرقون الثانوية. اهتزت عشية أول أمس الثانوية التقنية ابن الهيثم بأرويسو على وقع اقتحام عصابة مكونة من 3 أشخاص مدججة بالعصي والفيميجان، حيث قامت هذه الأخيرة بحرق الثانوية وخلفت هذه الحادثة حالة من الرعب والهلع وسط التلاميذ الذين صدموا من هول المشهد إذ اشتعلت النيران بأرجاء الثانوية. لسوار دالجيري لا زيادة في أسعار الغاز والكهرباء. يطمئن الرئيس المدير العام لمجمع توزيع الكهرباء والغاز مصطفى جيتوني الزبائن بعدم رفع تسعيرة الكهرباء والغاز رغم وجود زيادات مبرمجة خلال السنة الجارية. ومن جهة أخرى
أعلن مصطفى قطوني أنه سيتم الشروع في دفع فواتير الغاز والكهرباء عن بعد في فبراير المقبل، واعتبر المدير العام هذه الخطوة بمثابة أداة لتحسين الخدمات المقدمة للزبائن، كما أنها ترمي لتجنيبهم الانزعاج المسجل على مستوى صناديق الدفع. المختصرات، مقري بين القهوة والبيرة. قال رئيس حركة مجتمع السينما عبد الرزاق مقري أن الزيادات على الرسوم والعديد من المواد الاستهلاكية تثقل كاهل المواطن وتحرق جيبه خصوصا البسطاء منهم. فضرب مقري مثلا بالقول أن الحكومة اعتبرت القهوة منتوجا فاخرا ورسوم عليه قد ارتفعت بصفة كبيرة، لكن البيرة عفاكم الله لم تعرف أي زيادة في الرسم، ما جعل الكثير من القاعة يضحك للمثل الذي ضربه مقري ويتأسف للوضع الذي آلت إليه والوضع الذي جاء في قانون المالية لسنة 2017. وقت الجزائر، مهوبي يريد النيابة البرلمانية. قالت مصادر إن وزير الثقافة الحالي عز الدين مهوبي يرغب في الترشح في الاستحقاق الانتخابي القادم متمثل في التشريعيات، حيث سيكون على رأس قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بولاية المسيلة. وفي جريدة المحور اليومي، نقل التواضع غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ووزير الشؤون الدينية السابق في المنتدى الاقتصادي الجزائري، وذلك أثناء همه بالانصراف، حيث استأذن برفع اليد كون المنتدى وإشغال المنتدى لم تنتهي بعد. حينها بشر بطلب رئيس المنتدى من أحد الأعضاء مرافقته إلى الباب، لكن غلام الله رفض ذلك وفضل الانصراف لوحده. مشاهدين الكرام، كان هذا أهم جاء في معرض الصحافة لنهار اليوم. سنلتقي فيما بعد في حصة أو سنلتقي فيما بعد في ركن النقاش، ولكن بعد الفاصل.